السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي غبرت عليكم شويه. اليوم غادي نقدم معكم واحد الشهيوه اللي كتجي زوينه بزاف على طريقتي الخاصه. كتجي بنينه ولذيذه بزاف. هادشي اللي غادي نقول لكم. غادي نبدا بالمقادير. غادي نبداو باللحم على حساب نتوما شنو عندكم. انا عندي هنايا اللحم ديال العيد دونك تقريبا واحد الكيلو. ها هو عندي الروز كلاصي حتى هو تقريبا كيلو. نتوما على حساب الاشخاص اللي عندكم. نتوما عارفين الروز تبارك الله كيعطي. عندي هنايا بصله كبيره سلطتها، وعندي هنايا دريسات ديال الثومه. انا عندي غير صغارين، عندك الثومه كبر من هكا غديري غير درس كبير اولا جوج. عندي مطيشه كونسونطري، طوماط كونسونطري هي. عندي هنايا جوج معالق كبار. بالنسبه للتوابل عندي الابزار، عندي الكركم، الخرقوم البلدي ها هو، عندي جونجومبر مسكين كبير حتى هو معلقه، وعندي هنايا غندير شويه ديال القرفه ما حطيتهاش هنايا، الملح طبعا. وهنايا عندي نص كاس ديال الزيت ما بين البلديه والروميه. وهنا عندي هاد المعلقه صغيره هنايا العطريه ديال اللحم. كتمشيو عند ديال عند العطار كيعطيكم عطريه ديال العطريه ديال اللحم، كيكون جامع فيها كلشي. انا بغيت ندير غير معلقه نص معلقه صغيره. وعنايا كما كتشوفوا عندي حب تهيل، وعندي بسبيسه وقعقله. كنفضل انكم ديروهم، كنفضل انكم يكونوا عندكم حيت راه ماشي بزاف، كيعطي غير بخير 5 دراهم ولا المهم اللي كان عندكم. وغادي نبداو بطريقه التحضير جدا. عندي هنايا هاد البصله اللي قطعت غادي نحطها هنايا في المقله. غادي ندير عليها شويه ديال الزيت وغادي نشحرها. غادي نشحرها مزيان، غادي نشحروها، ما غنديروش الملحه، غير الزيت كيف ما شفتوا. وهذوك الدريسات ديال الثومه حتى هما والبصيله تتشحر مزيان. ها نتوما من بعد ما تشحرات راه غير ذهبات كيف ما كتشوفوا، شحرتها مزيان. غادي ناخذ مولينكس ولا هاد الطحانه هذه اللي عندكم. ليسونسيل انها حتى هذيك ديال العطريه راه كطحنها، انا كنت كنطحنها حتى بهذيك ديال العطريه. دونك ليسونسيل انكم تطحنوها مزيان تبقاش كاع. غنوريكم بحالاش يعني تطحن مزيان مع هذيك الثومه. دونك هنا خديت الطنجره اللي غادي نطيب فيها، حيت انا عندي غير الغنمي. الا كان عندكم البقري حاولوا ديروا الكوكوط. ها نتوما شوفوا كيفاش طحنتها، ها هي طحنات مزيان كامله. غادي ندير مطيشه اللي قلت لكم جوج معالق، وغادي نبدا ندير في التوابل. عندي هنايا معلقه ديال الابزار، قوم حتى هي معلقه، جو بونس درت اكثر دونك غادي نهز معلقه. وهنايا جونجومبر راه زدت معلقه، وهادو اللي قلت لكم عطريه ديال اللحم والتوابل الاخرى. عندي هذا ملحه دونك على حسب الذوق، قياس معلقه كبيره. وعندي هنايا القرفه كما كنعرفوا ضروري القرفه مع اللحم، كنديروا غير راس معلقه كيف ما شفتوا انتوما. وغادي نزيد الزيت نص كاس اللي قلت لكم، وغادي نخلط كل شيء بالطريقه هذه. اللحم ما غاديش نشحرو دونك غادي نحاول نشرملوه مزيان، ندخل فيه هاد العطريه هذه وكنمرقوه دابا وكنحطوه يطيب. دونك ها هي. وغادي ناخذ اللحم كامل ونحاول ندخل فيه هاد العطريه. شوما عندكم ميزانكم، عندكم كثر كتديروا كثر، عندكم على حساب داكشي اللي عندكم. فوالا صافي. وكنزيد المرقه اللي يعني الماء اللي غادي يطيب ليا فيه اللحم وكنحطها طيب.
هانتوما انا جيت ديريكتومون حطيت كيما قلت لكم ما غاديش نخليها تشحر باش ما تحرقش ليا هذيك القمه كامله اللي درت. صافي غادي نحاول ندير الماء اللي غادي يطيب فيه كل شيء يعني حتى الروز باش ما نعاودش نزيد الماء. وصافي وغادي نخليه يطيب تنطلقوه من بعد. الوغ من بعد ما قربات طيب اللحم الرز انا ما فزكته ما درت له حتى شي حاجه. طريقه ديال الرز باش يبقى حبه حبه زعما باش ما يتعجن ليكش. المهم انا هذه الطريقه المعتمده ديالي سورتو في هذه الاكله هذه اللي كنصور معكم دابا. غادي نشدو غادي نحمرو في المقله. المقله رانا كنسخن فيها وغادي نحمروه. هانتوما تشوفوا الطريقه. هانتوما نحطو في المقله سواء المقله ثقيله ولا بحال هذه المقله اللي عندي كامل كما كتشوفوا. انا رانا كانت عندي المقله سخونه كندير قطيره ديال الزيت معلقه صغيره وكمعلقه صغيره وكنحمر. كيجي رائع بالطريقه كتجي في واحد النسمه خطيره. كنتمنى انكم تجربوها. غير هو كيبغي الوقت الطياب حيت كان منين غادي نحمرو وغنديرو مع غنديرو في هذيك لاصوص ولا هذيك المريقه راه غادي ندير عليه بوطان هيله وكنكملها هكا كيتحمر. ها انتوما كنحصلوا على هاد اللون هذا كيكون ذهبي كنحمروه مزيان. انا هنا ديجا حيت اللحم اي فوالا. ها هو الروز تاع كيجي رائع خطير ما كيجيش معجن نهائيا بالطريقه اللي وريتكم. درت فوق منه اللحم واللي عندها الويزات ها انتما بغيت نوريكم بانه كيجي حبه حبه ما كيجيش كاع معجن فوالا نهائيا. ها انتما كيجي غزال كيجي بنين. كنتمنى انكم تجربوه انه ينال الاعجاب ديالكم.